خايف قوي هطير. اشتغل لغايه ساعة آخر ساعة نفسي ماشي فيها، والله ما هقعد أبداً، أكافح أكمل رسالتي لغاية ما أموت. مش كده بقى لي كتير، يعني 20 سنة 30 سنة بعمل جبنة بالقوطة بالخيار بالطحينة، بعمل فول بقوطة باللية، بعمل محشي اللي ملوش حل، بعمله اكنه اكل بيتي يعني مش بالسوقي. بحط له قوطه، بحط له كمون، شطه، فلفل، بصل، بكتر البصل قوي، بحط له خضره، بكتر في الخضره قوي، بحط له يعني التشكيله بتاعته كلها اللي هي بتخليه طعمه حلو. الفول بالليه بقى بعمله بالبصل والثوم، بحمر البصله وبعد بالتومه، وبعد كده بروح طشه القوطه بتتصلصل شويه، بروح حاطه الفول، بحط له الشطه والكمون والحاجه بتاعته، فبيبقى طعمه خطير. جوزي كفيف وتوفى الله يرحمه، كنت بشتغل عشان اساعده ورب العيال وكده، بس كان بقى دخله برضو على قده، يعني الوظيفه من الاوقاف كانت ضعيفه، فانا كنت بساعد معاه، يعني هو قرش وانا قرش، لما ربنا العيال ربنا خمسه انا وهو، يعني لا الحمد لله كويس قليل، انا ما بحسب العيال، ما بحسبش انا جبت ايه وكسبت ايه وخسرت ايه، ما بحسبش خالص، انا ماشيه كده بالبركه. انا بنزل ساعات 10 ساعات 11، اطلع 11 بالليل، طول ما انا قاعده بقى شغاله. سعرها كام؟ في ب 20 وفي ب 30، وعندي حله صغيره كده ب 10. اهل الحته ناس غريبه من بره، اللي بقى يشوفنا على النت دلوقتي بيجينا، اي حد بيشوفني دلوقتي على النت بيجي يسالني عندك محشي، هو اللي بيدوق الاكل بيعرف ان ده حتى لو قرديحي من غير لحمه ومن غير اي حاجه، هو بيبقى له نفس، في ست بتبقى لها نفس في الاكل يعني من دون اي حاجه. لا ما اقعدش، اقعد فين؟ لو قعدت حد ما حدش هيسقيني ميه، عيالي مشغولين بشغلهم بعيالهم، هشتغل لغايه ساعه اخر ساعه نفسي ماشي فيها، والله ما هقعد ابدا. اقعد ليه؟ ما دام ربنا بيقومني وبقدر اتحرك امشي اكافح اكمل رسالتي لغايه ما اموت. بحلم بكل حاجه حلوه، نفسي ولادي يشتغلوا ويسدوا الفلوس اللي عليهم وكده، وعايزه هم بقى اللي يصعدوا، انا خلاص كده يعني مش مشكله، انا اهم حاجه ولادي، يعني اهم حاجه ولادي وولاد ولادي وكده.